من ضمن الاسئله كنت عاوز اسال على هشتغل سيلز اكزيكتيف او يعني مسؤول سيلز في شركه اجهزه منزليه، ممكن فيديو عنها اعمل ايه؟ السيلز هيكون ازاي الحقيقه؟ واعمل لنا فيديو عنها. يعني عاده بيبقى على حسب المكان، في اماكن كبيره وفي اماكن صغيره، لكن عاده بيكون انت عندك تارجت كاي سيلز، بيبقى مطلوب منك انك تقنع العملاء انهم يشتروا المنتجات دي. فلما انت بتكون في المعرض بتاع شركه الاجهزه المنزليه، اتفضل يا فندم، طب تعالى اتفضل، طب ايه راي حضرتك في كذا، طب ايه راي، احنا عندنا ثلاجات في كذا، ايه راي حضرتك، تعالى شوف، طب حضرتك عندنا، وهكذا. فبتبقى المواضيع ماشيه على هذا الاساس. المزايا والعيوب على حسب برضك كل مزايا وعيوب السيلز. في ناس ما بتحبش تواجه الناس، في ناس بالنسبه لها اقناع العملاء صعب، في ناس فكره انه على طول تحت ضغط وتارجت، فكره انه ممكن في وقت يكون في ركود او يفتح سنتر منافس او يبقى فيه عروض او اي مكان، كل الحاجات دي من ضمن الحاجات. ولكن لو في جالك فرصه كويسه انزل وتعامل فيها وقدم على اماكن اخرى الى حين ما يقضي الله امرا كان مفعولا، وتجد لا اما فرصه كويسه او ربنا يفتح عليك في السيلز. ولكن اشتغل وجرب، والمكان بيختلف والمرتب بيختلف على حسب كل مكان، ولكن في الغالب هيبقى المرتب كاي سيلز، لا اما فيكسد يقول لك مثلا انت هتاخد 4000 جنيه بس ما فيش طارئ، انت هو ده المطلوب منك كل شهر ولازم تحققه، او ولو ما حققتوش بعد كام شهر يقول لك مع السلامه، او ان يبقى في نسبه صغيره وفي تارجت، فعلى حسب برضك المكان. يعني يقول لك مثلا تاخد 1200 ولو جبت التارجت هتاخد كذا، ولو جبت فوق التارجت هتاخد كذا وكذا. فكل هذه المواضيع ان لازم انك تاخذها في الحسبان، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.